ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة وكل إعادة فإفادة خرجنا الشارع باش نسولوا المواطنين يعني مع غلاء المعيشة مقارنة مع شحال هادي شحال كنتو كتصرفوا في النار. لا بغيت تعرفوا شحال كان كيصرفوا شحال هادي وشحال دابا أجوا معايا. قول لي دابا المقارنة ما بين المصروف اليومي ديال شحال هادي مع دابا يعني مع هذا الارتفاع ديال غلاء المعيشة. خويا قبل ما ندخل انا ونطرق لهذا الموضوع ديال الاسعار والغلاء ديال انا كنبغي نوجه واحد الرساله قويه جدا باسم المغاربه قاطبه وخصاص الناس وخصوصا الناس الفقراء والناس البسطاء الوسط يعني الوسط ما بقاش الوسط ولا عندنا الفقراء ولا عندنا اغنياء اغنياء ولات عندنا مليون و40 مليون كتموت. هذا السؤال كنوجه لاخنوش كنقول اتقي الله في هذا الشعب هذا. الا كنتي كتنتقم قولها الا كان عندك شي هدف اخر قولوا اما باش طحن بنادم بطريقه مباشره او غير مباشره ما الانسان المسكين ما بحيرته الموضوع وما ادراك من الموضوع والغلاء ديالو والاسعار ديالو الفاتوره زيد عليها الاسعار اللي كتزيد كل صباح كل صباح 4 دريال 6 دريال 3 دريال درهم 40 ملي كيجي السي اخنوش كينقص لينا 4 دريال هو زيد 400 وكيزيد كينقص لك 4 دريال تيقول لك حقا راه اسسميتو هادشي راه لا يبشر بخير راه برميل قابل للانفجار. هاد السي اخنوش خصو يصلح الوضعيه ديالو مع الشعب. انا كنخسروا 70 درهم 80 درهم حتى 100 درهم اما دابا اللي كنجيبوها بنهار يعني ما كتروحش على حتى شي حاجه صراحه. يعني شحال كتصرفي دابا تقريبا؟ 100 درهم 3000 يعني الدوبلات من 70 درهم 80 درهم دابا ولات 150 درهم حتى 150 درهم صراحة تقصحنا هذا الوقت والله صراحة الناس الدراويش تقصحوا صراحة ما نكذبش عليك اخويا والله ترفقوا بحال المسكين وترفقوا من حاله تشوفوا بعين الرحمة منه والله يهديكم ماشي اللي غنقول لكم. هذا غلاء المعيشة شحال ولي قدك في النار شحال كنتي كتخسر شحال هادي ودابا شحال كتخسر؟ وكنت انا بالنسبة للمصروف ديالك وكل شيء كتمشي من 50 درهم اما دابا راه كوليتي 120 درهم 110 درهم عاد كتكفاك ما بين ترونسبور وما بين الماكلة ديالك. جاي نقولوا شوفوا شويه في بنادم اللي ما عدوا شوفوا في الفقراء مساكن اما اللي عدوا الله يسهل عليه والله يزيد ولكن راه كتشوفوا راه كاين واحد الطبقه اللي مسكينه متضرره بزاف وكاين اللي ما لقى مسكين حتى ما ياكل هذيك الخبز اللي كياكلوها هما ما كيبقاش ليه حتى باش ياكلها كاين كتكمل الشهر كاين مسكين كيكمل الشهر هكا قبل الكريدي قبل الكريدي حاجه ضروريه هادشي من اسميتو مني ولاو هاد غلاء الاسعار وحنا كنكملوا شهر بالكريدي كنا ديما كتشيط لينا 1000 درهم 1500 درهم ولينا ديما كنتسلفوا 1000 درهم دابا كتخسر الدوبل اللي كتشري كتخسر الدوبل والله العظيم. واش الصراحه شنقول لك راه شحال هادي 50 درهم كان كضرب لي يومين 3 ايام ودابا راه 70 درهم ما طيحش منها كتخسر 70 درهم 70 درهم يوميا هادي لا خسرتي القليلة و 70 درهم ديالك انت ولا الدار وكل شيء هادي ديالي عاد موالين الدار بوحدو يعني شحال التوتال هو التوتال دابا موالين الدار كل واحد واش اللي كيصرف يعني الدار ماشي هو يعني الزنقه فهمتي دابا حتى انا مغرب هنايا هنايا خصني واحد 70 80 درهم يوميا وموالين الدار يعني يتقضاو داك الشيء غيبقى لهم سيمانه ولا غادي يخرجوا يتقضاو يعني نهار يومين كيجيبوا داك الشيء قليل فهمتي. واش بان لك في هذا الغلاء ديال المعيشه؟ والغلاء الصراحه وما كاينش اللي يهضر على هذا الشيء هذا الصراحه راه بزاف راه كل شيء غير تهضر معاهم كيقول لك راه المازوت غالي السلعه زادت في الموطا حنا ما كافينيش عاد كنكمل كريدي دابا حاليا انا فاش طلعت للبلاد الصراحه 3000 درهم ديال الكريدي جوج سيمانات دوزت تما 3000 درهم خليتها تما صراحه هذه قوت لهنايا دابا انا هنايا ما جمعتاش هذه السيمانه دابا حاليا صافي تسالى الخبز انا بغيت نرجع للبلاد عاود انسان يتقضى باش ماك الصراحه الغلا هي اللي كتجري على بنادم هاد اليد في اليد والمسؤولين الله يهديهم هذا الشيء ما يقول الانسان راه كياكلونا الصراحه ولا علاقه. وشحال هذيك 50 درهم تستعمر لك القفيفه ديالك وكتجي فيها تبارك الله فيها ديسير فيها شويه الحيمات شويه الخضيرات وداك الشيء تبارك الله المهم كنتي كتحلق شويه كتحلق وفيها شليضات فيها كل شيء مطيشه كانت لا دابا وليتي كتذوب لها على ثلاثه المرات وما كتعمرش القفه كتولي 4000 ريال وما كتعمرش القفه تعمرش القفه مي ولات القطنيات مذوبل على ثلاثه المرات الخضار مذوبلين على اربعه المرات اللحم يوصل 90 درهم 100 درهم كنطلب منهم باش يديروا بحساب الضعيف والمتوسط هو راه كلشي مقصح بصراحه.